هي معلومات للجمهور الكريم ليطلع عليها. هذا الدوري شاركت فيه في هذه الفئة أي فئة أكثر من 30 سنة 12 فريقا قسمت إلى 3 مجموعات ليصل في النهائي فريق شباب واركو وفريق القضيم. في شطر البطولة الثاني فئة أقل من 30 عام شاركت في هذه الفئة 56 فريقا قسمت إلى 14 مجموعة ليكون النهائي اليوم في هذه اللحظة التاريخية التي يسجلها أبناء الشلالات من تنظيم رائع لهذا الدوري دوري أبناء الشلالات. لنفخر بكم لتكونوا جميعا في العهد وفي الوعد. هي صراحة نادرة. هدف لفريق شباب واركو يسجل الهدف الأول في المقابل يسجله رشيد الصوبي. عودا للمعلومة هي صراحة سابقة من نوعها بتنظيم 4 جمعيات لهذا الدوري. صراحة وقفت على المشهد أعتذر من الجميع، ربما كنا قاسين على بعضنا، ربما أخطأنا في حق بعضنا، لكن هي هدف ثاني لشباب واركو. ربما كنا قاسين، كان الجدال، كان النقاش احتدم، ولكن في النهاية كنا إخوة تجمعنا حب الرياضة، حب كرة القدم، حب لجماعتنا جماعة الشلالات. وفي هذه اللحظة يصل وافد ممثل لجماعة الشلالات. مرحبا بكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. عجيبة غير تفرج على الموضوع. سي خير ها كاين والله لا والله لا كاين لا معك معك اليوم سي محمد ديال غدا عطيك لعبت مع مزيان صافي Thank you.
شاركت في هذا الدورة 68 فريق بمعدل 8 لاعبين لكل فريق، أي بمعدل 544 مشارك استفاد من هذا الدوري طيلة هذا الشهر الفضيل. هي تحية رياضية من اللجنة المنظمة لهذا الدوري لأعضاء الجماعة الحاضرون معنا في هذه الاحتفالية. نشكر السي محمد عسلي، أحمد الزربي، محمد حوري، الرك ميلودي من جماعة الشلالات ممثلون لها في هذه الدورة. كذلك نشكر الحكم الوطني والدولي سي عصام ستار على هذا الحضور الذي شرفنا. شكرا لكل من حضر معنا في هذه الاحتفالية الرائعة صراحة. Thank you.
في هذه اللحظة تسجل المقابلة تفوق شباب واركو بهدفين مقابل لا شيء لحدود الساعة. في هذه اللحظة تم تسجيل هدف لصالح فريق القضيب لتبقى النتيجة هدفين مقابل هدف واحد. تتواصل الاحتفالية بهذه الدورة في حين انتظار المقابلة الثانية، المقابلة التي تجمع نهائي فئة أقل من 30 سنة والتي تجمع كل من فريق الخشاشنة وفريق الضيف فريق عالم المسيرة. واحد
أشكر الإخوان في اللجنة المنظمة على هذا على هذه المتابرة. شكرا للسلامي محمد، شكرا للسيد دين يونس، أمال مرجاني، هشام متوكل، أنتم دائما الأوفى. سي عبد الرحمن كحيل في هذه الأثناء تتواصل الحكاية تتواصل الفرجة.
الإعادة الأسرة فيها الإعادة الأسرة فيها وفي هذه الأثناء يعلن الحكم نهاية الشوط الأول للمقابلة بانتصار فريق شباب واركو على فريق القضيم بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. سيبدأ الشوط الثاني في اللحظة. في انتظار صفارة الحكم لبداية الشوط الثاني من المقابلة التي ينتصر فيها شباب واركو على فريق القضيم بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. وتنطلق معها المتعة والحماس في هذا الدوري دوري أصدقاء دوري أبناء الشلالات الذي يعرف تنظيم أربع جمعيات في هذه السنة وهي سابقة من نوعها بالتسيير والتأطير الرياضي داخل جماعة الشلالات. هي فكرة تأمت عليها كل من جمعية أشبال الشلالات جمعية الأنوال جمعية أصدقاء الشلالات ووداية فرق الأحياء. ما حكى العب راحتكم عند الاستقرار العب.
كانت في سي تي في الروح الرياضيه، الروح الرياضيه اللي كتبقى على المباراه. نتمنى ان شاء الله المباراه تدوز بجوهر رياضي اخوي، لان كلشي ولاد المنطقه وكلشي المغاربه الحمد لله مسلمين. المضمون من هذا الدوري هو التضامن، التعارف بين الجمعيات وبين الفرق المشاركة، واحد التقارب بين الناس المسؤولين عن جميع الشلالات مع المجتمع المدني. جانب من الأعضاء الكريم لحضرة المقابلة تنظيم هذا الدوري ديال شهر رمضان، الروح الرياضية، التأخي بين الفرق المشاركة هنا بالشلالات، واحد انا هنا 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 ه
Thank you.
شكرا للحضور الكريم. الله الله شكرا. الله شكرا للحضور الكريم على حسن تفاهمكم من أجل إنجاح هذا الدوري، دوري الذي سيخلف صورة جميلة عن أبناء الشلالات في هذا الشهر الكريم. شكرا لكم على تفاهمكم، على انضباطكم، على وقوفكم معنا طيلة هذه الأيام المباركة. كنتم سندا للدوري وكانت الفرجة حاضرة بكل المقاييس في جميع المقابلات. في هذه الأثناء يسجل هدف بنيران صديقة ضد فريق القديم لتصبح النتيجة 4-1 لصالح شباب واركو. Thank you.
نطلب من فريقي المقابلة الثانية أي شباب المسيرة والخشاشنة الدخول إلى منطقة تسجيل اللاعبين. فريق هذا المسيرة والخشاشنة يلتحقوا بتسجيل اللاعبين. هي معلومة للحضور الكريم. هذا النهائي الثاني الذي سيلعب بعد لحظات والذي سيجمع فريق خشاشنا ضد فريق عالم المسيرة. في الحقيقة نظرا لأعمال الشغب التي طالت المقابلة نصف النهائي الأولى نظرا لأعمال الشغب التي حدثت في مقابلة نصف النهائي بحيث قررت اللجنة المنظمة إقصاء كل من الفريقين المشاركين في أعمال الشغب التي حدثت داخل رقعة الملعب، وسيلعب هذا النهائي الشرفي الذي تقرر لعبه اليوم بفريق المنتصر والمنهزم في المقابلة الثانية من نصف النهائي الأخرى. وللعلم أن اللقب هو محسوم لفريق الخشاشنة الذي انتصر على عالم المسيرة. هي مقابلة التي تجمعهم اليوم هي للفرجة والمتعة ليس إلا. هي أخلاق يجب علينا أن نتحلى بها لإتمام مثل هذه الدوريات. فالرياضة أخلاق، فالرياضة أخلاق قبل كل شيء. النتيجة لحد الساعة 5 أهداف مقابل هدف واحد لصالح فريق شباب واركو. Thank you.
Thank you.
لعلم الحضور الكريم ونظرا لضيق الوقت سنلتجئ مباشرة بعد هذه المقابلة إلى توزيع الجوائز والميداليات وستلعب المقابلة الودية بعد ذلك. شكرا لكم على حسن تتبعكم لنا، شكرا لكم على الوقوف معنا، شكرا للجمهور الكريم وللحضور كذلك، شكرا لضيوفنا الذين حضرونا اليوم في هذه الأمسية الرمضانية الكروية. نرجو من الفرق الحضور إلى منصة التتويج. Hey.
نهاية المقابلة والروح الرياضية كتبت التحية بين الفريقين معنا مصدقنا صوتي مباشرة من السلالات النهائي دوري رمضان للسلالات بعد قليل أتكون معنا في توزيع الجوائز. شكرا، إلى اللقاء.